إلى ذلك قال الأمير خالد الفيصل إن السعودية لم تضع شروطا تخصه حجاج إيران، بل شروطا تتعلق بتنظيم الحج، ولا تفرق في خدمتها لحجاج بيت الله الحرام بين دولة وأخرى. ليست هناك شروط خاصة بإيران، هناك شروط خاصة بتنظيم الحج وهي لكل حجاج، ونحن نستقبل الحجاج ولا عندنا تفريق في معاملتهم، نعاملهم جميعا كضيوف الرحمن وعلينا خدمتهم. وينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الكاتب الصحفي عبد الحكيم معتوق. مساء الخير أستاذ عبد الحكيم. التحالف القطري الإيراني بات مشروعا واضحا لزرع الفتنة وتفتيت مشروع الدولة الوطنية باستخدام التنظيمات الإرهابية، ولعل ما تم مؤخرا من محاولات قطرية لتسييس الحج تصب أيضا في نسق تطابق المشروعين القطري الإيراني. كيف ترى خطورة هذا المشروع على أمن واستقرار المنطقة؟ أنا في تقديري أن الدوحة تلعب دورا أكبر من قدرتها على القيام به، ولكنها تمثل جناح لمشروع ربما أمريكي في المنطقة، لأن حقيقة ما قامت به وتقوم به الدوحة على مدى السنوات الماضية ليس خافيا على أحد. ربما هي يعني وظفت الصمت وربما الاستحياء العربي من هذا الدور في مراحل معينة لجهة المصالح المشتركة وأن هي عضوة في الجامعة العربية. ولكن بالعودة إلى العلاقة القطرية الإيرانية، يتعود إلى أكثر من ربع قرن. سيدي أنت ربما تذكرين أن طهران ساعدت الدوحة في ترسيم الحدود عام 90، وعملت الدوحة على التصويت ضد القرار المتعلق بأسلحة الأسلحة النووية في طهران في الأمم المتحدة. كذلك الحال عندما دعت الدوحة أحمدي نجات وسط استهجان دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية التعاون الأمني المشترك عام 2000. فأنت عندما تسبرين هذا التاريخ يعني على مدى ربع قرن، هي كانت هناك علاقات واضحة وصريحة بين الدوحة وطهران، وخصوصا فيما يتعلق بدعم التنظيمات التي تصفها الأمم المتحدة بالإرهابية، وكيف ساعدت حزب الله في إيران وإعادة إعمار منطقة الجنوب، كل هذا بالمال السياسي القطري يعني والحوثيين اليوم. فبالتالي قطر لم تخفي هذا الدور إطلاقا. اليوم هي حقيقة عملت على بشكل صارخ وفاضح على شق الصف الخليجي، وأنا أتحدث عن منظومة العمل الخليجي، وأنا طالبت في أكثر من مناسبة وأكثر من وسيلة إعلامية بأن ينقل الملف، لا تكتفي الدول العربية، أتحدث عن دول مجلس التعاون الخليجي السعودية والبحرين والإمارات فقط، بل يجب أن ينقل إلى بيت الجامعة العربية. لأن عندما يتحدث الآن المسؤولين القطريين ماذا يقولون؟ يقولون على مصر أن تبتعد عن هذا الخلاف، هو خلاف خليجي. لا يا سيدي، هذا الخلاف يتعلق بمنظومة الأمن القومي العربي. عندما أقدمت قطر على تدمير ليبيا عضو في الجامعة العربية كما هو الحال مع الإمارات والسعودية وغيرها، فبالتالي من غير المعقول أن نتوقف عن 13 شرطا ونطالب الدوحة وهي تنتهج أسلوب المكايدة والمكابرة والاعتماد على قوى خارجية ومراوحة بين المواقف السياسية. بالتالي التشديد السياسي أنا في تقديري يجب أن يتم من خلال الجامعة العربية والضغط في اتجاه اتخاذ قرارات أكثر حزما حيال الدوحة. نعم أستاذ عبد الحكيم، شكرا جزيلا لك.